بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد نهينا عن التشبه بالكفار من جميع النواحي التي ليس لنا أو ليست من ديننا، ومن ذلك أن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون بالأشياء، فنحن نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونعتمد عليه ونعتقد أنه هو الذي يملك الضر والنفع وبيده الخير وهو على كل شيء قدير، مع فعل الأسباب الواقية من المحذور. فنحن نجمع بين الأمرين، توكل على الله سبحانه وتعالى واعتقاد أنه لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فلا نجزع ولا نسخط بل نصبر. والناحية الثانية، لا نهمل الأسباب الواقية التي تقينا من المحاذير ومن الضرر، وهذا طريق المؤمنين. أما الذين يتشاءمون بالأشياء، والتشاؤم والطيرة معناهما تأميل الشر وسوء الظن بالله عز وجل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا عدوى أي لا يعتقد أحد أن المرض يعدي بنفسه، وإنما يعدي بقضاء الله وقدره، فيتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا يكتفي بالتوكل على الله بل يعمل الأسباب الواقية. ولهذا قال في الحديث الآخر: فر من المجذوم فرارك من الأسد، لأن مخالطة المجذوم سبب للعدوى، ونحن أمرنا بالتوقي من الأشياء الضارة، وخذوا حذركم، ولكن مع فعل السبب نعتقد أن النتائج بيد الله سبحانه وتعالى. هذه عقيدة أهل الإسلام، وهي عقيدة أهل التوحيد. ولا طيرة، الطيرة أن يتشاءم الإنسان، أصلها أن يتشاءم الإنسان بالطيور، ينظر في طيرانها وفي توجهاتها وفي ويتشاءم بها. والطيور ليس عندها، أو بأصواتها ليس عندها نفع ولا ضر، لأنها مسخرات لله عز وجل، ولا تدل على خير ولا على شر. لكن أهل الجاهلية لما ضعفت عقيدتهم بالله ابتلوا بهذه الأمور. هذه هي الطيرة، ويشمل التطير في أي شيء، من البني الإنسان أو من الدواب أو من الأوقات، لا يجوز التطير بهذا المعنى. ولا هامة، الهامة البومة، طائر معروف، وكانوا في الجاهلية إذا سمعوا صوته يتشاءمون في أنه سيحصل موت، ويقول: نعت إلي نفسي. فإذا سمعوا صوت البومة اعتقدوا حصول الشر وحصول المصيبة، مع أن البومة طائر مخلوق ليس له دخل في الخير والشر. ولكن أوهام الجاهلية لما فقدوا الإيمان أهاموا في طرق الضلال، ومن ذلك اعتقادهم في هذا الطائر، فصوته لا يدل على خير ولا شر. وكذلك كانوا يتشاءمون بصوت الغراب ويعتقدون فيه الفراق، وغير ذلك من اعتقاداتهم الجاهلية. فالمسلم يتجنب هذه الأمور. ولا صفر، وهذا محل الشاهد من الحديث،
أنهم كانوا يتشاءمون في شهر صفر، ولا يجوز للمسلم أن يتشاءم في الأوقات أو يتطير بها ويعتقد أنها تجلب له الشر، لأنها مخلوقة لله عز وجل، وهي محل لعمل الإنسان من خير أو شر. وأما أنها تجلب الشر كشهر صفر فهذا أمر من أمور الجاهلية، ونعتقد أن شهر صفر من سائر الشهور السنة، ليس فيه عقيدة خاصة أو شؤم خاص، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الدهر عموما صفر وغيره. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، يعني فمن سب الدهر وهو مخلوق لله فقد سب الخالق سبحانه وتعالى، ولأن ما يجري في الدهر ليس من الدهر، وإنما يجري فيه هو من الله، فمن سب الدهر من أجل ما يجري فيه فقد سب الله جل وعلا الذي أجرى هذا الشيء في هذا الوقت. فالمسلم يعلق قلبه بالله عز وجل، فهذا معنى قوله ولا صفر، هذا رد على الذين يتشاءمون في شهر صفر. وفي الحديث الذي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فهذا يفسر الحديث السابق لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، وأن معنى إن الله هو الدهر أي أنه هو الذي خلق الدهر، وهو الذي يخلق ما يجري فيه ويقع فيه، فالأمر راجع إليه. فمن سب الدهر فقد سب الله جل وعلا، لأنه هو الذي خلق الدهر وخلق ما يجري فيه. والحاصل من هذا كله أن المسلم يتجنب التشاؤم ويتفاءل بالخير. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الطيرة لما فيها من سوء الظن بالله عز وجل، والاعتقاد في المخلوقات أنها تنفع أو تضر من دون الله. وكذلك فهذا فيه دليل على مخالفة أهل الجاهلية وتعلق القلب بالله عز وجل. فكان صلى الله عليه وسلم يكره الطيرة وينهى عنها، ويعجبه الفال، لأن الفال حسن ظن بالله عز وجل، فإذا سمع اسما حسنا تفاءل، وإذا مر بمكان اسمه حسن تفاءل، لأن هذا من حسن الظن بالله عز وجل، فهو يؤمل الخير بربه عز وجل. فهذا فيه الفرق بين الطيرة والفال، أن الطيرة ممنوعة وهي شرك، وأما الفال فهو جائز وهو حسن ظن بالله عز وجل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.